ننتقل إلى موقف محرج وهي الفقرة الأخيرة. الموقف المحرج الأول. بشير جبيل انتخب بالمجلس النيابي اللبناني اللي كان جامع كل اللبنانيين بقرار إسرائيلي بقرار شيطاني. انتخبوا اللبنانيين واحد بطريقة ديمقراطية، بتقبل بتقبل، ما بتقبل ما تقبل. هو رئيس جمهوريتك، هو رئيس جمهوريتك، هو رئيس جمهوريتك. ولما يقتل رئيس جمهوريتك بدك تحس انه قتل رئيس جمهوريتك. مش بالقوة بدك تحس انه قتل رئيس جمهوريتك، بتكون انت غريب عن الجمهورية. هيدا كان ردك على الصحافي علي، كان بهيدي الشراسة ورفضت فكرة انه دائما يعتبر بشير جميل انه اجى على الدبابة الاسرائيلية واجى او يتم دائما اعطائه الوصف بالعميل. ليش انفعلت هالقد بالرد؟ لانه اللي عم يتهم بشير جميل بالعميل معوش خبر بالحقائق. بس وقت اللي انتخب بشير جميل انتخبوه، بيت الأسعد انتخبوه، بيت الحسين انتخبوه، بيت الزين انتخبوه، بيت عصيران انتخبوه، بيت الخليل انتخبوه، وكانوا بوقتها زعماء ورجال استقلال وفوق منهم الأمير مجيد أرسلان. إذا بدك تتهم المنتخب بالعمالة، الأولى أنك تتهم بالعمالة اللي انتخبوه، وهذا طويل على رقبة حدا يتهمهم لأنه هؤلاء رجال استقلال. ألا يمكن أن يكون الانتخاب تم تحت التهديد؟ أبداً، تحت البندقية، تحت الرضا تم، لأنهم هن ما شافوا إلا ببشير جميل مين يشيل عنهم جزمة عرفات. أوف. نعم، جزمة عرفات كانت أصعب من جزمة الإسرائيلي بلبنان. عرفات كان بده ياخد لبنان، بده ياخد لبنان. والإسرائيلي؟ الإسرائيلي بده ياخد شقفة يمكن، بس عرفات بده ياخده كله. ما قال لهم طريق القدس تمر بجوني، شو بدنا نمثل على بعضنا؟ هل قد حاقد على عرفات؟ مش حاقد، مات الله يرحم. الله يرحم الجميع، قد بيستاهل. مين بيوجعك أكثر اليوم؟ جزمة مين وجعتك أكثر؟ كل واحد حلم. جزمة السوري، جزمة الإسرائيلي، أو جزمة عرفات؟ أي جزمة وجعتك أكثر أو وجعتكم أكثر؟ كل واحد حلم، حلم بالحلم حتى مش بالفعل، ياخد لبنان وطن بديل أو وطن استكمال أو وطن احتلال مثل بعضهم. الوجع وجع وما بيغير من تحت أي واحد. ولكن أي جزمة حسيت كانت الأقصى على رقابنا؟ العدو جزمته دائما لا تكون قاسية، لا تكون قاسية، لا الأقربون تكون. هم جزمتهم القاسية. نعم، أنت أي أهون عليك، يخونك خيك أو يخونك جارك بتاني مدينة؟ خيك.